بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل السلام بالتمام والكمال. أنا بمناسبة ما سبق من الكلام على إثر ما ذكرناه من كلام الله، أولادنا وبناتنا، أولادنا وبناتنا وبناتنا مش ربي يطهرهم من الشيطان، مش أكتراك الخوف أمام الورقة الفارغة البيضاء يتنحى، خاطر هو رجل من الشيطان، هو اللي يخوف الناس كما هو يعد الناس الفقر كلهم راهو يسمعوا. إذا كان ما تعملوش كذا كذا وما تقولوش كذا كذا راكم تصابوا بفقر مدقع مهلك لكم. شوفوا الخبيث يواصل ويرانا ولا نراه، وقبيل يرانا ولا نراهم، عاد يقول ربي ويذهب عنكم ليطهركم بتحديد النبي purification، ويذهب عنكم رج الشيطان وليربط على قلوبكم، وليذ أبنائنا وبناتنا مش قلبهم يكون ثابت، فماش كل ترهيشة كل رعشة هذيك والخوف ويضيع كل ما في حافظته، يولي بلوكي، يولي يلساش، ما عادش عنده ما يقول، ما عادش عنده ما يكتب، وما عادش عنده ما يفكر فيه. اللي حضروا لكله تبخر من بسبب ماذا؟ بسبب الشيطان اللي يعمل لهم التراك، الخوف هذاك اللي سابق للدخول في الإجابات للأسئلة اللي مفروضة في الامتحان. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Et vos pieds seront fermes parce que vous êtes vous affrontez un examen. Il faut que le cœur soit bien solide, bien rassuré, et les pieds bien fermes sur terre, bien, bien, bien fixés sur terre. Je vais répondre aux questions par la volonté divine et par le secours. الله يحييك والسلام علينا أهل السلام.